مفاوضات بدأت بالمصافحة على عكس المشهد في الميدان الذي يزداد اشتعاله بازدياد العمليات العسكرية الروسية على المدن الأوكرانية. للمرة الثانية اجتمع الوفدان الروسي والأوكراني على طاولة المفاوضات في مقاطعة بريست البيلاروسية، اتفقا من خلالها على إنشاء ممرات إنسانية يرافقها وقف مؤقت لإطلاق النار وخروج المدنيين من المناطق الساخنة. المسألة الهامة التي تم حلها اليوم هي مسألة إنقاذ المدنيين المتواجدين في منطقة الاشتباكات العسكرية. لذلك اتفق ممثلو وزارة الدفاع الروسية مع نظرائهم الأوكرانيين على صيغة لتأمين الممرات الإنسانية المخصصة لخروج المدنيين واحتمال وقف إطلاق النار في مناطق الممرات وأثناء عبورها، وهذا تقدم جيد. المفاوضات بجولتها الثانية وإن كانت أفضل من سابقتها، إلا أن التحرك الغربي وفرضه العقوبات الاقتصادية على روسيا مع كل تصعيد عسكري روسي لا يمكن حله على طاولة الحوار، فغالبية الشارع الروسي بات يشعر أنه الخاسر الأكبر وسط حرب اقتصادية قد تصل إلى لقمة عيشه، والسبب يعود لقرارات عسكرية لم تكن بحسبانه وربما تتعارض مع آرائه. أمي روسية وأبي أوكراني، لذلك أنا مع السلام، لأننا شعب واحد وشعب عظيم، وما يحدث هو صعب جدا على الجانبين، لذلك السلام يجب أن يعم على العالم. أعتقد أن العملية العسكرية على أوكرانيا لا تؤثر فقط على الشعب الأوكراني بل على الشعب الروسي أيضا، وفي الوقت الحالي بدأ الانهيار الاقتصادي وغير واضح ما قد يحدث لاحقا. أنا لا أريد العيش في عالم منعزل يكون فيه فقط روسيا، لذلك أنا مع السلام ولا يوجد كلمة أخرى أضيفها. اهتمام الجولة الثانية بالجانب الإنساني مهد الطريق لجولة ثالثة ستناقش فيها نقاط سياسية لم يتفق عليها بعد، على أن تعقد خلال الأسبوع المقبل وبأسرع وقت ممكن بحسب ما جاء في التصريحات. سيناريو المفاوضات الروسية الأوكرانية مستمر دون معرفة نهايته، مقتطفا مشاهده من معاناة الأوكرانيين جراء الحرب الروسية عليهم واختناق الشعب الروسي بعقوبات اقتصادية لم تكن بحسبانه. مرام حمصي، اليوم، موسكو.